خلينا نروح دلوقتي واستعدادات وكواليس الاهلي وزميلنا شريف شعبان. شريف صباح الخير عليك، وانت كنت امبارح متواجد يعني طول اليوم مع البعثه، خلينا نعرف منك الكواليس اللي دارت ونطمن منك برضو على النهارده، اتفضل يا شريف. صباح الخير زميلتي نهاوند، طبعا صباح الخير للمدير الفني الكبير كابتن عبد الناصر ولكل جماهير ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زميلتي نهاوند من امبارح كنت متواجد من الصباح الى المساء مع فريق النادي الاهلي في المعسكر الخاص به في احد الفنادق طبعا في برج العرب، استعدادا لمباراه السوبر اللي هتكون بكره باذن الله من فريق طلع الجيش. يا رب باذن الله بكره التوفيق يكون من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلع الجيش. يوم النادي الاهلي بيبدا في الساعه 10 صباحا بوجبه الفطار، الغداء بيكون الساعه 2. كان في المحاضره الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، يتكلم فيها ويشاهدوا بعض اللقطات لفريق طلائع الجيش، يتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق طلائع الجيش، وحذر من خطوره فريق طلائع الجيش، حذر من الصفقات الجديده لفريق طلائع الجيش، صفقات كلها على اعلى مستوى، اسامي كلها في الدوري المصري على اعلى مستوى، حذر من فريق طلائع الجيش وطلب اللاعبين بمحاوله احراز هدف مبكر في اللقاء الصعب جدا اللي هيكون بكره في استاد الجيش ببرج العرب. من بعد هذه المحاضره كان في المران اللي بدا في الرابعه والنصف عصرا، يعني كان مران على طول الملعب، كان المران الرئيسي للنادي الاهلي، التشكيل اللي ممكن يلعب بيه لقاء بكره، بعض اللاعبين او بعض الصفقات الجديده اللي كانت موجوده في التشكيله اللي كان بيجرب بيها، مين ممكن يبدا بكره بقى هنشوف فكر مستر بيتسو موسيماني من المدارس اللي بيحب يعلن التشكيل يوم المباراه مش قبل المباراه بيوم، ولكن امبارح كان الظهور مميز لكل الصفقات الجديده مع العناصر الاساسيه للنادي الاهلي. فحيره شديده لمستر بيتسو موسيماني يبدا بمين؟ مين الانسجام وصل لمرحله كبيره جدا ما بين الصفقات الجديده واللاعبين المستمرين في النادي الاهلي، الاجواء كلها فيها تركيز شديد جدا لمحاوله احراز طبعا بطوله جديده، اضافه طبعا الى دولاب بطولات النادي الاهلي، الكل بيحاول يشتغل ان يضيف بطوله بكره باذن الله للنادي الاهلي. طبعا موجود مع النادي الاهلي من اول يوم في المعسكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، موجود في التمرين، موجود في فندق الاقامه مع اللاعبين، بيحاول يقرب من اللاعبين اكتر، بيحاول يخلي اللاعبين تركز اكتر واكتر، فباذن الله بس يكون التوفيق بكره معانا باذن الله ونفوز طبعا على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. طيب وجود كابتن محمود الخطيب برضو يا شريف مهم جدا وبيبقى ليه تأثير مختلف وبيبقى فيه حوارات وبيبقى فيه كواليس، لو تطلعنا برضو على هذه النقاط لأن أكيد مهم جدا الجمهور برضو يبقى عارف. الكابتن محمود الخطيب ممكن يتكلم مع لاعب أو اثنين لعيبة، هو طبعا بيبقى حريص يسلم على لاعب بشكل يعني شخصي، ممكن يتكلم مع لاعب شفته امبارح مثلا بيتكلم مع حسام حسن الوافد الجديد، ميكيسوني برضه بيتكلم مع، يعني بيحاول كل يعني شويه تلاقيه بيتكلم مع لاعب مثلا بعد وجبه الغداء، قبل بدايه المران، بعد بدايه المران، لان امبارح كمان مستر بيتسو موسيماني خصص جزء من المران للضربات الترجيحيه، لو المباراه استمرت الى الضربات الترجيحيه فخصص وقت للضربات الترجيحيه بعد نهايه المران مثلا، كان الكابتن بيتكلم مع احمد عبد القادر، فبيبقى حريص كل فتره او كل شويه في المعسكر يتكلم مع احد اللاعبين. طاهر محمد طاهر برضه امبارح اتكلم معاه الكابتن، كان مطمئن على صحته لان كان خرج من التمرين اول امبارح، اشتكى من اصابه امبارح بيشارك في التمرين بصفه منتظمه جدا واعلن جاهزيته للقاء، فالكابتن امبارح كان حريص برضه ان يسال طاهر عن حالته جاهز ولا لا، فالكابتن قريب جدا مع اللاعبين وبيحاول طبعا يشد من اظهرهم ويشجعهم ان يحرزوا بطوله تكون طبعا بطوله تضاف الى بطولات النادي الاهلي. رائع جدا، خليني اروح معاك لاخر نقطه برضو لان اكيد لازم نطمن جمهور الاهلي، فكره هنا الانسجام ما بين اللعيبه يعني اللي هم متواجدين حاليا والصفقات الجديده، خليني اقول بقى او مش هنقول بقى صفقات جديده هنقول لاعبي الاهلي الجدد، يعني خليني اعرف برضو الانسجام ازاي، الصوره ازاي دلوقتي علشان نبقى مطمنين الى حد كبير، لان فكره الانسجام اعتقد في غايه الاهميه برضو. طبعا الانسجام واصل لمراحل كبيره جدا للاعب النادي الاهلي ميكيسوني امبارح انا بتفرج عليه، لا واصل لمرحله انسجام كبيره جدا، حسام حسن بدا يوصل لمرحله انسجام، احمد عبد القادر، عمار، لا في لعيبه، كريم فؤاد، في لعيبه بدات تتسجل بشكل كبير مع النادي الاهلي، وطبعا لسه في البعض ما وصلش للانسجام بدرجه كبيره بدرجه 100%، ولكن لا ميكيسوني امبارح، لا امبارح بتفرج عليه او موجود في امبارح في المران، لا تحس اللي هو موجود مع الفريق من اول الموسم، مش من
يعني من الموسم السابق كمان مش من دلوقتي يعني، فلا في بعض اللاعبين وصلوا لانسجام كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي. بطمنك لا الدنيا وصلت لمراحل كبيره جدا، ولكن هنا القرار بقى مستر ميتشو موسيماني ممكن يغامر بكره ويبدا بصفقه او اثنين من الجداد، ولا نلاقي التشكيل او القوام الرئيسي هو الثابت عليه الفترات الاخيره؟ ده بكره كل السؤال ده بكره هنعرف الكابتن طبعا عندما يعلم او يعلم مستر ميتشو موسيماني التشكيل. ولكن من ناحيه الاصابات الكل جاهز لمباراه الغد، الحمد لله ما شاء الله الكل جاهز لمباراه الغد، فالكل متاح لمباراه الغد. وبقول لك برضه سمعت ان عوان دي حاجه مهمه جدا، ان الاهلي كان بعت استفسار او خطاب رسمي الى اتحاد الكره يستفسر عن موقف اللاعبين الجدد من المشاركه ومن الانذارات. اتحاد الكره رد امبارح وقال له الكل متاح للمشاركه معاك، فما فيش عقبه خالص امام النادي الاهلي، ويبقى القروض كلها امام مستر فيتسو موسيماني يختار 11 لاعب عندنا ثقه كبيره فيهم باذن الله، وبكره باذن الله يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ونضيف بطوله الى دولاب بطولات النادي الاهلي. رائع جدا، وطمنتنا برضو بشكل كبير قوي زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، شكرا ليك جدا.